تفضل محسن. هلا. قبل شوي قلت في اثنين في المجموعه يمكن يصوتون ضدي صح؟ ما يقدر ينكر اكيد. ايه صحيح، بس ما راح اعطيك اسمه. خليني اكمل سؤالي يا محسن. تفضل يا محمد. ابي اسامي اثنين دول اللي قلتهم بدون ذكر اسماء يا محمد. طيب اسم واحد مستحيل. قول اسماء اثنين والمحمد 500 مستحيل. نقطه على السؤال هذا من عندي انا، راح تعطانا 500 نقطه حبيبي. اعطني اسماء اثنين. يلا محسن. لا ما نسمع. شباب الصوت بين محمد ومحسن، اذا فتحنا باب التصويت تفضلوا. بس 500 طيبه محسن. 500 نقطه محمد. شباب الصوت رجاء. لا ما اقول. محمد مجموعتك جبتي 600 نقطه. 1000 نقطه تعويض لخصمك اللي امس. عطني اسم شخصين. فهد. اي او لا؟ لا. بتخسر. ما راح اذيعهم بألف نقطة. حقك بعدك. حقك يا محسن يا حبيبي. أنا آسف يا محمد. حقك. أبشر بعوضها. حقك يا أبو حمودي. جعلها بدال. أبو حمودي شديت حيلك شوي. أبي حقي. طيب زياد سؤالي. محسن. لو بيدك. 100 نقطة يا محمد. كان معها 990 نقطة لكن. او 900 نقطه عفوا. طيب محمد محسن لو بيدك. حطيت لي موقف يا اخي، كان ممكن اني اعوض الخصم. كان بامكانك تقول بعدين تعتذر من اخوياك وخدمت المجموعه كامله في النهايه. لا مثل الاغلاط هذه ما يمكن، صعب انك تصححها. يا رب توصل هالروح معك لين 90 يوم. قول امين. امين. مزاجيتك ما تتناسب مع البرنامج بتاتا. هل تحكمك المزاجيه ولا